صباح الخير. ده سيكشن سبيشال تيست، اول سيكشن في ماده بيشنت ايفالويشن 2. هنبدا نعمل السبيشال تيست لللور لام، وهنبدا باول بروسيجر اللي هو ترندنبرغ تيست. ترندنبرغ تيست هو البروسيجر اللي احنا عملناه علشان نقدر نقيم المسل باور بتاع الهيب ابداكتور او مينلي الجلوتيس ميديس ماسلز. From standing position, ask your patient to standing on one leg. نرفع رجلينا اليمين لو سمحت ونقف على رجلينا الشمال. احنا دلوقتي بنختبر الجلوتيس ميديس ناحية الشمال، والمفروض في النورمال كيس ان يكون البوس ديمبلز اللي هما فوق البوستيريور سوبيريور الكسبان يبقوا على نفس الليفل اثناء وانا واقف على رجليا الاثنين. لما هنسأل البيشنت انه يرفع رجليه ويقف على رجل واحدة، الانسبورتد ليج الديمبلز او البوستيريور اليك سباين المفروض ان هي ترتفع لفوق. في حاله ان هي فضلت على نفس الليفل او نزلت لتحت، ده معناه ان في ماسل ويكنس في السبورتد ليم الجلوتيس ميديس ماسل. التست رقم 2 توماس تيست فور هيب فليكسرز كونتراكشن. اسك يور بيشنت تو برينج هيز ساي توورد هيز تشيست از ماتش از بوسيبل. الناحيه الثانيه هي دي التستد ليم، ونورمالي يكون الساي سبورتد على البلانس. كده التست نيجاتيف ساين. امتى يكون بوزيتيف؟ لو ان حصل ان الرجل الشمال السبورتد على البلانس اترفعت لفوق، ده معناه ان في اليوزوس ماسل شورتنج. لو حصل ني اكستنشن، ده معناه ان في ريكتس فيمرس شورتنج. لو حصل بيور ابدكشن، فده في معناه ان في الاليوتيبيال تراكت في كونتراكشر. لو حصل ابدكشن فليكشن ني external rotation hip، فده معناه ان في sartorius muscles shorting. application رقم 3 test of leg length discrepancy. وعايزين نفرق ان في نوعين من leg length discrepancy، true leg length discrepancy. وعلشان نعمل التست هنقيس المسافه ما بين الانتيرير superior iliac spine لحد الميديال malleolus. ونقارن نفس القياس ده بالانتيرير اليك سباين لحد الميديال مانيولس في الرجلين الاثنين. لو حصل ان في ديفرنس ما بين الاثنين، فده معناه ان في ترو ليج لينس ديسكريبنسي. وعلشان نفرق اني بون هي اللي فيها المشكله، اذا كانت الفيمر او التبيا، هنعمل كويك تيست. هنتني رجلينا الاثنين لو سمحت، ونبص من اثنين فيو. هنبص من اللاترال فيو علشان نقارن الطول ما بين البوس في مربون، وهنبص كمان من الانتيرير فيو علشان نقارن ما بين طول التيبيا في البوس سايتس. طيب، في حاله ان تساوى القياس بتاعنا في الوول لانس بتاع اللور لاج او اللور لام، وما زال عندي شك ان في مشكله او في رجل اقصر من الثانيه، وفي الحاله دي هنسميه apparent leg length discrepancy، فانا محتاج اقيس من soft tissue لحد بوني لاند مارك. فساعتها هنقيس، بدل ما كنت بقيس من الانتيريور سبيريك اليك سباين اللي هي بوني لاند مارك، فهقيس من الامباليكس لحد الميديال مانيولس، او ممكن كمان اقيس من الزيفوسترنال جنكشن، مره ناحيه اليمين ومره ناحيه الشمال، ونقارن ما بينهم. نام على جنبنا لو سمحت. ايوه. التست رقم 4 اوبر تيست فور اليوتيبيال باند كونتراكتور. هاف يور بيشنت لاي ان سايد لاين بوزيشن. ابدكت ذا انفولفد ابر موست ساي. فليكشن ني 90 ديجري. Keep the pelvis in neutral position. التست ده زي ما اتفقنا ان هو معمول علشان نقارن او نحدد اذا كان في tightness في الاليوتيبيال تراكت او لا. البوزيتيف ساين ان احنا لما نسيب ايدينا تفضل ال upper most leg abducted في البوزيشن وما يحصلهاش adduction. يعني النيجاتيف ساين، نيجاتيف ساين ان رجليه تنزل لتحت لما اسيب ايديا. البوزيتيف ساين ان هي تفضل مرفوعه بالشكل ده. اوكي. سبيشال تيست فور ني جوينت.
هنبدأ أول تيست في الني جوينت وهو الماك مري تيست with your patient in spine line position. هنستخدم الأوتر هاند إن هي تعمل كابينج للهيل، والإنر هاند هنحطها على اللاترال أسبكت للني جوينت بحيث إن يكون السينر إمينانس والصامب على اللاترال أسبكت أوف ذا ني جوينت، والفينجر ستيبس موجودين على الميديال بوردرز للني جوينت علشان نحتاجهم في إن احنا نعمل بالبيشنت. هنتني رجل البيشنت ونعمل لوزنينج للنين جوينت ان احنا نعمل انترنال واكسترنال روتيشن للتيبيا. المفروض ان احنا بندور على البوزيتيف ساين اللي هي الاوديبل والبالبابل كلاك او كريبيتيشن. هنزود كمان في المانوفر ده ان احنا نعمل فالجاس ستريس بالسينر امينانس واكسترنال روتيشن للتيبيا ديورينج اكستنشن. زي ما اتفقنا ان البوزيتيف ساين ان انا احس بكريبيتيشن او اسمع صوت كليك او البيشنت يشتكي من بين. تيست فور باتيلر ديسلوكيشن. التيست بسيط خالص. المانوفر ان انا هعمل مانوال لاترال ديسلوكيشن للباتيلا. هعمل فورس على الميديال بوردر للباتيلا، ازقها بره التروكلير جروف، والبوزيتيف ساين ان الباتيلا يحصل لها سيفير ديسلوكيشن تخرج بعيد قوي عن النورمال تراكنج بتاعها، والبيشنت كمان يشتكي من سيفير بين. ابلز كومبريشن اند تراكشن تيست. الغرض من التيست ان احنا نفرق ما بين الكومبارتمنت او نفرق ما بين الاستراكشرز اللي فيه المشكله، اذا كان هو البوست منسكاي او حد من الليجمنتس المين ليجمنتس الموجودين في الني جوينت. علشان نفرق ما بينهم هيبقى البيشنت في prone line position with flexed knee 90 degree. هنبدأ الأول بالcompression، إيد موجودة على الفوت وإيد موجودة على الهيل وإيد موجودة على الفورفوت. هعمل compression force، هعمل maintaining للcompression force، وهعمل medial rotation للlower leg واكسترنال rotation للlower leg، وهسأل البيشنت إنه يحدد لي المكان اللي فيه ألم، إذا كان هو الميديال سايد ويبقى المشكلة في الميديال منسكس أو اللاترال سايد وتبقى المشكلة في اللاترال منسكس. طيب لو حصل بروفيكيتنج للمانيفستيشن والبين فده معناه إن المشكلة في المنسكس. طيب لو المشكلة، عشان أفرق بقى إذا كانت المشكلة في الليجمنتس، فهنعمل تراكشن تيست ومحتاج ساعتها إن أنا أثبت الساي، فممكن أثبت الساي بالنيلينج بوزيشن وهعمل تراكشن فورس وانا ماسك حوالين الهيل والفورفوت. طيب لو بدات تبان الاعراض في التست ده فده معناه ان في ليجامنتس انجري والمشكله مش في المنسكس. نرجع تاني لو سمحت على ظهرنا. تنل ساين، والتنل ساين دي مشهوره جدا في الناس اللي بتعمل سيرجيكال اوبريشنز في الني جوينت، وان يحصل ديجنراتيف او يحصل تورن او يحصل انجري للسنسوري نيرف زي الباتيلر برانش اوف سافينس نيرف. فهنعمل تابينج على الميديال تيوبريكل للتيبيا. البوزيتيف ساين ان البيشنت انديكيت بين او تنجلينج سنسيشن. باونس هوم تيست. الباونس هوم تيست كان الغرض منه ان انا اعرف المشكله في اللوكينج اللي حصل او الانكمبليت ني اكستنشن رينج اوف موشن كان ايه السبب بتاعه. فهتلاقي ان الستارتنج بوزيشن بتاعه يشبه كتير قوي الريدكشن كلاك تيست والماك مري تيست. برضه نفس الجراسب، ايد موجوده عامله كابينج للهيل والايد الثانيه على اللاترال اسبيكت للني جوينت، سينر امينانس، صامب على اللاترال كومبارتمنت للني جوينت، والتابس على الميديال كومبارتمنت. كل اللي انا محتاج اخد بالي منه قوي انه احنا بنعمل external rotation واكستنشن اشوف الاند فيل كان شكله عامل ازاي. الاند فيل ممكن يكون soft end فيل، وده بيدينا indicator ان في major effusion في النين جوينت، او يكون hard end فيل وده معناه او يدينا indicator ان يكون في loose body او fracture او dislocation في النين جوينت، وممكن كمان يكون في rubbery end feel وده بيدينا indicator ان يكون في meniscal injury، وممكن نعمل excluding لواحد من الثلاثه دول باستخدام اكتر من تيست اللي احنا حكينا عنهم قبل كده. special test for ankle joint humans sign
تيست. الفاليو بتاعت الهيومن ساين تيست ان احنا نشوف في ابنورماليتي في الفاسكولاريتي او البلاد فيسلز الموجوده في اللور لام، واشهرهم هو لونج سافينس فين. هنعمل سكويزنج للكاف ماسلز وفورسفول باسيفلي دورس فليكشن. البيشنت لو اشتكى من بين فده معناه ان قد يكون في ديب فينس ثرومبوزس. دورس فليكشن تيست، الغرض من الدورس فليكشن تيست او الفاليو بتاعته ان احنا نفرق ما بين الماسل تايتنس موجود في السوليس ماسلز او موجود في الجاستروكنيميس ماسلز. هنبدا التيست من extended knee position ونعمل passive dorsiflexion. لو انا ما كنتش قادر ان انا اعمل dorsiflexion للانكل جوينت هنغير البوزيشن ونعمل dorsiflexion زي ما حصل دلوقتي، وده معناه ان كان التايتنس موجود في الجاستروكنيميس ماسلز ومش السوليس ماسلز، لان الجاستروكنيميس ماسلز هي تو جوينت ماسل بتشتغل على النين جوينت وعلى الانكل جوينت، ولما حطيتها في شورت بوزيشن قربت الاوريجن من الانسرشن فقدرت اعمل الدورسيفليكشن من فليكسد ني بوزيشن، وده معناه ان المشكله ما كانتش في السوليس ماسل وموجوده في الجاستروكنيميس ماسل. فور فوت ادكشن كوركشن تيست، المانوفر بسيط خالص انها هنعمل مانوال كوركشن للفور فوت ادكشن. هنعمل مانوال كوركشن بوزيتيف ساين ان انا ما اقدرش اتخطى النيوترال بوزيشن، نيجاتيف ساين ان يحصل كومبليت كوركشن واقدر كمان اعدي النيوترال بوزيشن ويبقى فور فوت ابدكشن. في حاله ان احنا في بوزيتيف ساين وما قدرتش اوصل بعد النيوترال بوزيشن فده معناه ان احنا محتاجين كاست علشان نعمل كوركشن. تيست اوف هامسترينج تايتنس فروم سوباين لاين بوزيشن، كابينج للهيل، جراسبينج للني جوينت. نعمل باسيف هيب فليكشن 70 درجه في النورمال كيس. لو في تايتنس في الهامسترينج ماسلز هي ريزيست او يعمل ليميتيشن للرينج اوف موشن يبقى اقل من ال 70 درجه. شكرا يا مستر.